وطبعاً هذا الزلمة بيكون زوج أمي. حقي بك، في وحدة منعرفها زوج أمها اعتدى عليها والبنت دافعت عن نفسها وبالغلط قتلته، ونحنا ساعدناها ودفناها من شان البنت ما تقع بمشكلة كبيرة. معقول تكون هاي البنت انتي؟ يلي قال سعيد ان رفيقته ولازم يحميها، ولهيك راح مع رفقاته ودفن جثة هداك الرجال بالغابة؟ وانت صورتهم واستخدمت هاي الصور ضد سعيد وقتها. داليا، انا ما كنت بعرف انه بيخصك. وحياتك انا مستعد هد الدنيا ولا تنزل دمعة من عينك. عماد، اذا نسيت بذكرك، انت وقتها استخدمتني كورقة لحتى تهددوا فيني، وهلأ جاية تحاسبني وتسألني ليش وقفت مع الرجال الوحيد اللي وقف معي وأنقذ حياتي؟ لك أنا إذا حملت سعيد على كتافي طول عمري ما بوفي حقه أبداً. أنا ما بدي سافر بدون ما أقلك أنا بحبك وكتير كمان. أمير، أنا ما بعرف شو بدي أقول. إذا حكيتي رح تقولي لا، ما هيك؟ لهيك بترجاكي ما تقولي شي لبنى. وهيك بتكوني دفعتي دينك لسعيد. انتي لما استغنيتي عني كرماله بتكوني دفعتي دينك يا داليا. مو هذا الدين اللي بيندفع بالساهل عماد بيك. بتعرفي شو هدول؟ لا. حقي بيك طلب مني اعطيه صور سعيد وهو عم يدفن جثة الرجال بالغابة. اعطيته اياهم، بس أنا كان لازم أعمل احتياطاتي وعملت نسخة من الصور، وهي آخر ورقة معي ضده لسعيد. حتى فيك تقولي هاي الصور تأمين على حياتي. داليا، لو كنت بعرف إنه الشغلة بتخصك صدقيني أنا كنت حرقتهم. وهلأ عرفت. داليا، أنا عشقتك من قلبي وبحبك لدرجة أني مستعد جازف بكل حياتي، بس بعرف أنه ما رح نقدر نكمل طريقنا هيك. ما فيني أعيش أنا والشك بنوب، لهيك لازم تختاري يا أنا يا سعيد. أنا ما بقدر أختار بينك وبين سعيد أبداً، بس هلأ أنا بقدر أختار بينك وبيني، وبعرف إني رح أختارك أنت. داليا، طيب سعيد معك حق، ولو محلك بعمل هيك، بس بالأول أنت لازم تفكر منيح بالموضوع وبمصالحنا. الموضوع ما دخله بالمصالح. عماد أخذ مني أمي وبدك تعطيني الحق لحتى أنتقم منه. طيب خلص، وهي الشغلة منتهية. أنا رح أحكي مع المعلم وشو ما بيقول المعلم رح يتنفذ، بس أنت بدك تصبر علي. أنا صبري انتهى بعد ما دفنت أمي تحت التراب، بقى حاجة اللي صبر أكتر لأنه ما حدا واقف محلي. طيب ماشي، فهمت، حقك تنتقم من عماد وأنت رح يصلك كل حقك، بس مشان تعمل هيك لازم تأخذ إذنه بعدين تروح تنتقم. ليك لا تغلط مثل ما غلط عماد قبلك. شوف لوين وصل لأنه ما سمع الكلمة. لا تحرق حالك بسبب عماد يا سعيد. لا تواخذني حقي بيك، أنا بقدرك، بس إذا ما انتقمت وطفيت ناره لهذا القلب وقتها ما بعرف مين ممكن أحرق لسه.
ما قلت لي شو قال لك حقي بيك؟ ولا شي، روحوا على البيت. سعيد شو بك معصب كل هالقد؟ لوين رايح؟ تعال خلينا نلحقه. أنا ما قلت لكم روحوا على البيت؟ طيب لوين بدك تروح لحالك هيك؟ نحن رايحين معك وين ما بتروح. يا سعيد، وقف، شو عم تعمل؟ لك لا، المرة الجاية رح فجر السيارة وانتو فيها. يا الله. لا، مو بس مشان البنت، لبنى أنا عن جد بدي إياكي جنبي على طول. أنا ما بدي سافر بدون ما أقلك أنا بحبك وكتير كمان.